وسهلا. اهلا وسهلا صباح الخير دكتور امير. صباح الخير دكتور. صباح الفل. تفضل. اهلا وسهلا بكم. الطب وما ادراك ما الطب. هذا المجال ربنا يحفظكم يا رب. امين يا ربي. السامعين والمشاهدين، نحن اليوم اذا بدنا نتكلم بعالم الطب ويعني العمل الخيري فيه، احيانا هي المهنه بيقولوا عليها مهنه انسانيه. في احيانا الدكتور بيتدخل رغم ارادته باشياء بتكون نابعه عن المشاعر الانسانيه. بزبط. كيف بتصفها دكتور؟ والله انا كثير جدا من اصدقائي بيسالوني، انا بقالي 45 سنه في مجال الطب، فبيسالوني ابني عاوز يخش كليه الطب، ايه رايك؟ قال لهم المقياس المهم في اختيار الانسان او الطالب لكليه الطب هو حبه للعطاء. صح. هناك جناحين بيعتمد عليهم ممارسه الطب، الجزء المهني والجزء الانساني. احب اقول كمان احنا في دوله الامارات يعني زايد العطاء من سنه 2003 نعم وحتى الان استطاعت ان هي تخدم 16 مليون فرد في جميع انحاء العالم. طبعا السنه دي سنه التسامح والعطاء، احنا بنعتز بهذا. دكتور امين كمان مش الموضوع متوقفش بس عند الاطباء، حتى الممرضات ملائكه الرحمه اللي احنا بنقول عليهم كتير بيساعدوا الناس. يعني انا بشوف ان ممكن تكون مريضه بحاجه الى الكلام فبتلجا الى الممرضه او بتلجا الى مساعده الطبيب. دول كمان فئه احنا ما نقدرش ان احنا يعني ما نركز عليهم ونقول قد ايه اهميتهم وفائدتهم في المراكز الصحيه والطبيه بشكل عام. انا لا يعني اكتر من كده لا يمكن يعني ادكي على كلامك. انا ما كنت شغال في انجلترا، كان الطبيب قبل ما يطلع المريض البيت يسال الستاف نيرس اللي هي رئيسه، هل ممكن ابعت الطفل البيت؟ هو عارف ان الطفل كويس، لكن هو بيستنى ايه من الممرضه؟ الممرضه عرفت خلفياته الاجتماعيه. صح. دور الام، الوسط اللي هيعيش فيه، هل يستطيع الطفل يروح البيت ولا لا؟ لو قالت له لا ما يروحش البيت. هي اقرب لان هي اقرب له. صح. احنا حقيقه يعني في المجتمعات العربيه بنغفل دور الممرضه، هو دور رائع انه الممرضه جزء لا يتجزا من علاج المريض سواء كان طفل او كبير، لانها اقرب الناس اليه. قد ايه بيرتبط العمل الخيري بخلينا نقول النقاء الروحي وتزكيه النفس؟ ده سؤال جميل. هو الطبيب يعني في الماضي كان بيسمى الحكيم. ايوه صح. والحكمه طبعا صفه جامعه لكل صفات الخير. يعني الحكيم هو الانسان اللي بيتعامل يحسن التعامل مع المريض في الاعمار المختلفه، الثقافات المختلفة. يعني اللي أنا بتعامل الإنسان البسيط غير الإنسان المثقف، كيف تنقل الخبر إلى المريض لو كان الخبر يعني مش كويس. الطبيب الحكيم هو أنه يعني فيه السماحة، فيه الأريحية، فيه حب العطاء، اللي هو يعني يتعامل مع المريض وبيحاول فترات الحرجة أنه هو يعني يصل بالمريض إلى أحسن مرحلة في التعامل المريض. وطبعا بجدهم ان العامل النفسي يلعب دور مهم جدا في التخلص من الامراض. يعني لما عملوا دراسات على الامراض اللي عندهم سرطانات متقدمه، نعم، وعملوا دراسه على الناس اللي عندهم يعني الثقه في ان هم هيشفوا وهؤلاء اللي ما عندهمش. يعني احنا طبعا المجتمعات الاسلاميه والدينيه احنا بنعتقد هناك عامل اخر. يعني بيسالوني دايما يعني اذا كان ليه انا ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالمرض ده او كده، لانه احنا ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. صحيح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألم، لكن الفرق إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. صحيح. فإحنا عندنا يعني العامل الديني بلوه تأثير مهم جدا في الشفاء المريض. صحيح. ونشر ثقافة التسامح بين كل أطياف المجتمع يعني وحب الغير يعني وعمل الخير. لكن أنا دكتور أمين يعني يؤسفني ويسعدني في نفس الوقت. عارفين يا منى ودعاء شو يؤسفني؟ اني للاسف يعني بشوف ناس تتالم من الامراض، بشوف ناس محتاجه مثلا لدواء، بشوف ناس في كل بقاع العالم. ولكن الحمد لله نحن في دوله الامارات يعني فعلا ارض زايد، ارض خير، ارض معطاء. ولكن لما اشوف ببلدان اخرى ناس محتاجين الدواء، ناس بامس الحاجه للعلاج، فبيسعدني انه في منظمات. نعم. كبيره، في مؤسسات مثل جمعيات، مثل جمعيه امراض السرطان،
ومستشفيات أمراض السرطان، مستشفيات أمراض مثلا التوحد مثلا، نعم. الأمراض هاي عاملين لها مثل عائلة يعني وعمل إنساني بدل على أنه كل أطباء العالم بيجوا بيشاركوا في هاي المستشفيات. صحيح. بيجي بيعمل عملية مثلا لوجه الله يا أخي. صحيح. بعمل مثل زكاة العلم زكاة المهنة، بيجي بيعمل له مثلا 5 عمليات مثلا بالأسبوع مثلا أو بالشهر مجان. وبيروح وغيره بيتناوب الدكاترة من كل العالم على. صحيح. المركز هذا إن شاء الله. قديش العمل الإنساني بيظهر بهذه الجمالية هاي؟ هو طبعا يعني أنا لازم أحكي لكم من تجربة شخصية حقيقة. يعني أنا من سنة 2000 وبتوفيق الله سبحانه وتعالى بعتبر نفسي محظوظ أن ربنا سبحانه وتعالى إداني فرصة أن أنا أسافر لأكثر من بلد، ونحن يعني نشارك مع فريق من الأطباء في العمل الخير. إحنا رحنا السودان شمالا وجنوبا، رحنا إريتريا، وأخيرا في اليمن. دائما أقول وأحسن الناس في الورى رجلا تجرى على يديه للناس حاجات. يعني آخر ما إحنا كنا في شهر إبريل في اليمن. طبعا لما مرات عرف نسافر اليمن كانت مشكلة كبيرة، بتقول إحنا محتاجينك. لكن الحقيقة الرحلة شاقة جدا. يعني إحنا بناخد ما فيش طرق مباشرة من أي بلد إلى اللي هو جنوب اليمن. إحنا لازم نسافر عن طريق مطار اسمه سيون، بعدين من سيون إلى جنوب اليمن 7 ساعات من العذاب. يعني وبعدين كل عدة كيلومترات تجي لك تشيك بوينت وما تعرف إذا كان أصلا هديك الباسبور ولا لا، أو هتكمل مشوار ولا لا. بعد مشوار الطويل ده كله يعني لا يعني فيش كلام يجد السعادة إن إحنا بنلاقيها في إن إحنا بنحاول نساعد المرضى دول. لما وصلت تعبان جدا هم عارفين ان انا تعبان لازم استريح، قلت لهم لا هشتغل النهارده. عدد العمليات اللي احنا عملناها على قلم الورقه لا يمكن يعني تتوافق مع الوقت، لكن في حاجه اسمها البركه. صحيح. احنا فيها البركه فعلا. احنا عملنا في خلال 7-8 ايام 115 عمليه، بعض منها اسمها عمليات نوعيه صعبه معقده جدا جدا جدا، وبعدين تذهلوا بقى في النتائج. يعني النتائج دي اللي احنا عملناها يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تفسر غير بالبركه. صحيح. يعني احنا بنشتغل في ظروف صعبه جدا 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 وامكانات بسيطه جدا جدا، ولكن اذا خلصت النوايا وفعلا قطعا ده انا يعني تعلمته عبر سنوات طويله ان العامل البركه ده عامل مهم جدا. فالانسان لو بيستحضر الله سبحانه وتعالى في عمله ويطلب منه البركه يعني بيكون في تأثير هائل. أنا مرة كنت معلش كان ممكن القصة دي، كنا في أدنبرا، أنا أستاذ يعني بامتحن في كلية الجراحية الملكية، ودائما بيكون في عشاء على هامش الامتحانات. فكنت بقول إحنا قاعدين، كان رئيس الجمعية الجراحين موجود، بقول له إحنا يعني كمسلمين إحنا يعني لما نخش في عمل صعب إحنا بنرجو الله سبحانه وتعالى إن يوفق. فضحك قال لي أمين، ده كلام احنا ما بنعترفش بيه، احنا بنعترف بالمعطيات الموجوده يعني. صحيح. ف يعني قصيت عليه يعني قصه انا يعني فعلا لولا ان انا كنت جزء منها لقلت ده خيال من البشر. يعني انا يعني اعتقد ان هي كانت ليله القدر. كان في طفل يعني هنسميه الف يعني عشان الخصوصيه اللي موجود، كان عنده حاله صعبه وكان عمره شهر. لما خلصت العمليه كانت حاله الطفل كانت صعبه ومحتاج الى تنفس صناعي، وانا فاكر ان انا اخذت اول شربه ماء في رمضان كان الساعه 11 بالليل لما اطمئننت عليه ان هو بدا يعني حتى يتنفس بصوره طبيعيه. بس الدكتور التخدير قال نخليه لغايه ثاني يوم الصبح عشان نضمن ان الامور هتستقر. لما وصلت البيت طلبوني في التليفون قالوا ان فلان الفلاني توفاه الله. انا كنت يعني الساعه 11 كنت موجود مع الساعه الفجر، وقالوا لي تحب تيجي تكلم الاهل ولا عارفين ان انا تعبان وان طول اليوم ولا نكتب شهاده الوفاه. قلت لهم لا انا جاي. كان المشوار طبعا ساعتها كانت طرق صعبه يعني صعبه فعلا يعني بتاخد حوالي 45 دقيقه، وانا امني نفسي اني ما سمعته غير حقيقي. اقول يا رب ما يكونش فلان الفلاني مات، يا رب يكون ده خبر مش مظبوط. وبعدين في تعبير مصري يقول لك مات وشبع موت، ده تعبير مشهور يعني. نعم. الاهل اوريدي بيصوتوا على انه فلان مات وحضرتك لسه بتتمنى انه يكون لسه في المشوار. وبعدين رحت الدكتور التخدير وريتني ايه الحاجات اللي عملتها، وانه بس دكتور انا متشوقه يعني شو صار معاه في الاخير. المهم انا فعلا كتبت في الملف
توفى فلان الفلان رحمة الله وينقل إلى المشرحة بعد ساعتين. وبقيت بقى لملم الكلمات اللي انا هطلع بيها اكلم الاهل يعني فلان فلان وبعدين ده فعل حقيقة يعني هناك احساس داخلي ده يرفض انه فلان فلان مات. اوعى تفاجئني يا دكتور تقول انك رحت لقيت الطفل عايش. المشكله انه اولا عدى عليه فتره طويله جدا في الفتره ديت والدماغ لا يحتمل سوى 3 دقائق بعد كده حتى لو رجع الحياه بيرجع حاجه اسمها الخضريه يعني. نعم. ولكني يعني في لحظة من اللحظات اللي بتشعر فيها أنك ليس بينك وبين السماء حجاب وفعلك كتابة القدر يعني قلت يا رب حتى استعبرت أنا لست عيسى بن مريم ولكن ليس عزيزا عليك أن صحيح. ترني في فلان الفلاني يعني آية من آياتك وفلان الفلاني ده عمره 27 سنة دلوقتي وأنا ما شاء الله أكبر هذا اللي قالوا عنه مات سبحان الله والدته قبلتنا قالتني أنت شفاكين يا دكتور أمين قلت لها لا قالت لي انا ام الطفل اللي مات لا قالوا هي القصه بتقول ان احنا حكايه التعامل الروح مهم جدا يعني طبعا ما قررتش القصه دي لكن احنا لازم نتعامل بالمهنيه والدعاء بالاخص ان حضرتك كمان اخصائي اطفال يعني لازم تكون اب قبل ما تكون طبيب يعني لازم تحس بمشاعر الام والاب على الطفل ده بيكون نور عينيهم بس كمان امجد ودعاء كنت عايزه اخد رايكم والدكتور طبعا في انتشار الجمعيات الخيريه يا دكتور في الوطن العربي بشكل عام شفنا مثلا الهلال الاحمر شفنا اكثر من جمعيه انا نفسي يكون في كل حي في جمعية في كل شارع في جمعية إيه رأي حضرتك في انتشار مثل هذه الجمعيات بشكل عام؟ هو يعني أنا عاوز أقول بس إنه في فرق بين الطبيب المسلم والمسلم الطبيب يعني المسلم الطبيب اللي هو الإنسان اللي تربى على قيم العطاء واللي هي حب العطاء والمساعدة الآخرين إحنا عاوزين كل إنسان في بيتي كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيتكم احنا لو علمنا اولادنا حب العطاء انا كنت في انجلترا بزور احفادي يعني بيعلموهم يعني ايه انك تحب تعطي يعني وبيديهم امثله احنا محتاجين في كل بيت في كل مدرسه ان احنا نزكي هذا اسمهم ايه احفاد حضرتك يا دكتور عشان بس نعمل لهم باي على الشاشه جده هنا اهو دكتور امين يعني ما شاء الله مسيرتك المهنيه جميلة جدا خصوصا انه هي مليئة بالعطاء والخير احنا نتشكرك كونك جزء من صباح الخير يا وطن اليوم بهاي الحلقة رح نطلع بريك ومن بعدها راجعين شكرا شكرا اكرمك الله شكرا جدا